خليني اشرك معايا الاستاذ محمد صلاح الشيخ، المنسق المساعد بالجمعيه الوطنيه للتغيير من القاهره. يا مرحبا بك يا استاذ محمد. شايف ازاي هذا الاسبوع من تخفيضات التصنيفات، سواء مورجان ستانلي وهو بنك استثماري عملاق له كلمته في العالم، ثم موديز، وطبعا ردود الافعال لوزير الماليه ونائب وزير الماليه اللي هو عادي واحنا ادائنا المالي عالي جدا، الردود المنتشره دلوقتي اللي هي ما اقنعتش حد للاسف. مرحبا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ محمد. احنا عندنا قائد جيش يعني كان مني بهزيمه ساحقه، وكان عنده الرغبه انه يكمل برضه، وكان عندنا رئيس جمهوريه بعد هذه النكسه ناور حتى يستكمل وجوده منفردا يعني. فمش هنقف كتير جدا عند يعني وزير ماليه يتصور انه الامور كلها طيبه وكويسه ومفيش مشكله، فده بعيدا هذا النظام منذ قيامه في 52. هذا النظام مع كان قبل 52 بيبقى عندنا وزاره ماليه ووزير ماليه ما بيزيدش العجز في الموازنه بتاعته عن 1-1.5%. وبالتالي ما كانش بيزيد التضخم عن 2-3% متوافق مع ارقى الاقتصاديات في العالم، وهو ما نراه حتى الان في طبيعه الدول المتقدمه في المستوى العجز المناسب بالنسبه لها يعني. بعد 52 احنا وصلنا ل يعني عزبه تتم ادارتها بعيدا عن صاحبها، وبنجد نوعيات من نوعيات وزير الماليه المذكور يعني. فبتجد انه لم تعد هناك رقابه، لم تعد هناك شفافيه، لم يعد هناك وجود لسلطه شعبيه او سياسيه، ولا وجود لسلطه قضائيه رقابيه، ولا وجود لسلطه رقابيه فنيه ممثله في ديوان محاسبه او غيره. وبالتالي وجدنا هذا النموذج البشع من الاهدار والفساد يعني. احنا بنتذكر تجربه فورد في تغيير طريقه شغل جوه مصنع عربيات، وبالتالي كانت ثوره في يعني هذه الصناعه وطورها تطوير تاريخي يعني مذكور. احنا عندنا طريق الشغل فيها الاهدار وفيها الفساد. والاهدار والفساد لو استمروا بمعدل 5% سنويا من الموازنه فده رقم ليس هين بالمطلق، وانه مع تراكمه يعطي كل هذه المصائب التي يتحملها المصريين دون غيرهم من عصابه الحكم الموجوده. 5% على مدار كل يعني 10 سنين تقريبا، بتجد انه في تقريبا في السنوات ال 30 الماضيه انه كل ما ينفق او يهدر في الاهدار وفي الفساد يتم تعويضه من جسد المصريين، وهذا التعويض من جسد المصريين هو نزول للعمله المحليه الجنيه في مقابل الدولار. يبقى كل ما يتسبب المماليك وهذا النظام الفاشل الحكم في اهدار وفي سرقته بيتحملها الشعب، وكلما اقتطعوا من جسد الشعب يتم التعويض على حساب الشعب. وتقريبا هو ده اللي حصل في السنه الماليه اللي فاتت 22-23، ان انت قللت الاستيراد، فالاستيراد ده معناه انه استهلاك اقل للمصريين، معناه يعني حاجات للمصريين غير مشبعه. يعني انت لما تلاقي حتى انه هذا التحسن في ميزان المدفوعات هو انعكاس لميزان المعاملات الجاريه، وهو انعكاس ل يعني ما تحمله المصريون في العجز او تقليل العجز التجاري في الميزان التجاري.